مرحبا بكم مستمعينا اينما كنتم، سواء داخل المغرب او لا خارجه، على اثير اذاعتنا R212 لا ويب راديو دي ماروكان دو موند، اول اذاعه في الويب موجهه خصيصا لمغاربه العالم. فقره تكويك مستمعينا كرافقكم في اطلاله في اخر مواقع في النوفيل تكنولوجي هاي تيك ديجيتال، باش هكذا ترجع حياتكم اليوميه اذكى واسهل. عرفت أسهم شركة تسلا لمالكها إيلون ماسك انخفاضاً مهولاً لليوم السابع على التوالي، وذلك بسبب تخفيضات في الأسعار قامت بها الشركة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووفقاً لمجلة فوربس العالمية، انخفض السهم بنسبة 3.5% إلى 141.94 دولار، وهي سابقة من نوعها في تاريخ تدني أسهم تسلا منذ يناير 2023. وتأتي هذه التخفيضات في الأسعار في وقت تشد فيه المنافسة في مجال السيارات الكهربائية في الصين، حيث يسعى الصانعون المحليون إلى التفوق على منافستهم الأمريكية تسلا بتكنولوجيا متقدمة وبأثمنة منخفضة. وفي ذات السياق، قال يوجين هسياو رئيس استراتيجية الأسهم الصينية في مجموعة ماكواري إن كبرى شركات السيارات الكهربائية في الصين متفقة على هدف واحد، ألا وهو إزاحة تسلا عن عرش الصناعة. من الجدير بالذكر أن تسلا قد سبق لها وقد خسرت 63% من قيمة أسهمها منذ نوفمبر 2021 عندما بلغ السهم 381.6 دولار، كما خسرت نحو 32% في 3 أشهر الأخيرة. وننتقل لتطبيق تيك توك الصيني مستمعينا، وبعدما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحظره بشكل نهائي بناء على تصويت التي تم بالأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ها هي المفوضية الأوروبية هي الأخرى هددت بتعليق برنامج المكافآت تيك توك لايت الذي يمكن المستخدمين من كسب نقاط مقابل الإعجاب بالمحتوى أو دعوة الأصدقاء إلى التطبيق، وذلك في دول الاتحاد الأوروبي. وأمهلت المفوضية الأوروبية الشركة 24 ساعة لتقديم تقرير تقييم المخاطر حول البرنامج الجديد، أو في المقابل ستواجه غرامات ثقيلة، كما أنها منحت المنصة مهلة حتى الثالث من مايو لتقديم المزيد من المعطيات المطلوبة. ونختم مستمعينا فقرة تكويك بشركة جوجل، والتي تعمل على تحسين أداء البحث على الهواتف الذكية Circle to Search، والتي سبق وانكشفت عنها يناير الماضي. وتتمثل الميزات الجديدة في إمكانية نسخ ومشاركة الصور بسهولة أكبر، حيث يمكن للمستخدمين الآن استخدام الحركة الدائرية للبحث الذكي لتحديد جزء معين من الصورة ومن ثم نسخه أو مشاركته. وبهذا ستحل الإضافة الجديدة لـ Circle to Search معضلة كبيرة كان يواجهها مستخدمو أندرويد عندما يرغبون في الاحتفاظ بصورة للشاشة تتمثل في الحاجة إلى التقاطها بشكل كامل ومن ثم تحديد الجزء المراد منها، لكن مع الميزة الجديدة ستصبح العملية أكثر يسرا وسرعة. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة تيك ويك، رفقة ممتعة مع باقي برمجة R212 لا ويب راديو دي ماروكان دو موند.